السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تحفة وندر استوديو ده عبارة عن ايه؟ ان عندك اي فيديو يبدأ ان هو يظبطه لك، ممكن تحط اي شخصية انت عايزها، على سبيل المثال مثلا حاجة زي كده، تمام؟ تقدر تختار اي شخصية وتبدأ ان انت تحطها في المشهد بشكل احترافي. كان ممكن يعني يكلف كتير جدا لو هو بتعمل بالطرق التقليدية. طيب ناخد المشهد بس كده ونحط الشخصية، خلاص بيظبط بقى طول الفيلم، تمام؟ يعني ممكن نجيب واحد مش مشهور ونروح مركبين عليه ان هو بروسلي، او واحد ماشي وبعد كده نخليه ان هو انسان آلي. بص، اي حركة انت بتعملها الشخصية بتعملها. الموضوع زمان كان محتاج ناس محترفة وبقالها سنين شغالة في المجال والحاجات دي كلها. دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، ممكن تدوس زرار تقول له اخفي لي الشخصية، خلي لي بس غير الحركة. انت متخيل مدى السهولة واللذاذة والجمال في القصة؟ وندر ستوديو، تمام؟ كل بساطة تقدر تعدل في الفريمات زي ما انت عايز. بص، بيدرس الحركة بتاعت الجسم ويبدأ ان هو ايه تاخد نفس الحركة. ممكن بقى تخليها توم وجيري، ممكن تخليها شخص عملاق زي ما انت عايز، مش محتاج ان انت تعمل حاجة خاصة، تمام؟ زائد ان هو دلوقتي ممكن يبقى متصل بالماكس والانريل والبلندر، فدي اكتر برامج اللي الواحد بيشتغل بيها في الحاجات اللي هي الخاصة بالفي اف اكس. ده مثلا مشهد وعايزين ان احنا ننظف نشيل حاجات معينة، يبدأ ان هو يشيلها. الفا ماسك بتعمل ماسك للحاجة وتقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. كاميرا تراك، تخلي الكاميرا تتبع شخص معين او حاجة معينة. بلندر فايل، الرندر النهائي. دول الناس الأساسيين. تقدر تختار أي شخصية وتعمل لها أساين وتبدأ تشتغل بيها. طب نبدأ بسم الله. بنلاقي فيه تمبليت لمشاهد جاهزة، تمام؟ ممكن نقول له احنا عايزين ناخد المشهد دوت في البروجكت بتاعنا، مش بنسطب برامج، مش بنعمل حاجه خالص، شغاله وزي الفل، تمام؟ طيب تعالى نتفرج على المشهد. ممكن ترفع صوره من عندك، يعني مش لازم تاخد الحاجات ديت هي دي الاساس بتاعتك، انت ممكن صورتك انت الشخصيه تحطها مكان الراجل الطيب دوت، تمام؟ شو اكتر، تمام؟ عايزين نبدل الاكتر بالشخصية دي. بعد كده نقول نيكست، بيقول انت عايز انهي ريزوليوشن. ممكن نختار الفورمات ستارت، يبدأ هو يعمل لك المشهد، يبدأ ياخد نفس الحركة ديت ويعملها لك بالشخصية اللي انت اخترتها. ممكن نعمل شخصية كرتونية على اي برنامج من البرامج، تمام؟ ونبدأ ان احنا نحملها ونحطها. نفس الحركة بتاعت الوجه ونفس حركة الايد ونفس حركة كل حاجة. زي ما انت شايف احنا عملنا حاجة كانت بتاخد جهد كبير جدا، عايزة اجهزة تقيلة، عايزة شغل جامد جدا، باسهل من نوت. ان شاء الله هنكمل شرح للبرنامج، سيب لكم الرابط اسفل الفيديو، جربوا فيه براحتكم. وان شاء الله في حاجات كتيره نازله قريب، تمام؟ يعني هم مجهزين شويه حاجات كده زي ماركت بليس، متجر تلاقي فيه حاجات جاهزه، ف
فانتظرونا ان شاء الله نكمل شرح في الموقع ده.